معنا جابر، هل جلسة اليوم مخصصة فقط لمناقشة الأزمة الصحية المتمثلة بفيروس كورونا؟ نعم رانيا، بالفعل إضافة إلى مناقشات عامة وردت في جدول أعمال جلسة اليوم. الجلسة عقدت قبل نصف ساعة تقريبا بعد يعني تأخر طال لساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب، لكنها بدأت فعليا بحضور 167 نائبا. هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة قراءة تقرير يعني جائحة كورونا تضمنت هذه الجلسة أو تضمن التقرير مناقشة عدد من المقترحات ويعني مناقشة أعمال وزارة الصحة والخطط التي تعمل بها الحكومة من أجل تهجيم انتشار فيروس كورونا. مقترحات كثيرة وردت في تقرير اليوم بحسب ما وصلنا من أحد أعضاء اللجنة الصحة النيابية. هذه المقترحات تشتمل على توسعة السعة السريرية لوزارة الصحة من أجل استيعاب الأعداد، أيضا يعني استحداث مستشفيات وبناء مستشفيات جديدة من أجل السيطرة على أعداد المصابين، كذلك العمل على العزل المناطقي باعتبار أن العزل أو الحظر العام لم يأتي بنتائج يعني جيدة، وأيضا ارتفعت الأعداد أعداد المصابين إلى فوق 1000 يوميا. كل هذه الأمور تنذر بخطر صحي وخطر وبائي كبير في حال استمر الانتشار واستمرت الأعداد في تصاعد. سينضم معي في هذه اللحظات النائب علي البديري لنتحدث بمزيد من التفاصيل عن جلسة اليوم. بداية مرحبا بك يا سيادة النائب، حياكم الله. نتحدث عن جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة جائحة كورونا، التقرير الذي عرضته خلية الأزمة. طبعا هذا التقرير تقرير مهم يخص هذا الوباء اللي هو ليس يختصر على العراق فقط، على كل العالم، ويتركز بشكل كبير أنه يجب على الحكومة العراقية أن يكون هناك استفادة من تجارب الدول الأوروبية بهذا الوباء. يعني إلى متى يبقى الشعب العراقي معطل؟ وهذه استحالة، يجب أن تكون هناك حلول. يعني أبرز المقترحات التي المواطن العراقي يتابع وبترقب وبصبر محدود على أن تكون للحكومة العراقية قرار حتى تكون الأمور تسير بمسارها الصحيح. يعني هسه أغلب المعلومات للأسف الشديد المواطن ما يأخذها من الحكومة بشكل رسمي، يأخذها عن طريق وسائل الإعلام بما يخص الفيسبوك وغيرها، وهي مو صحيح. احنا يجب أن يكون هناك قرار مقنع للمواطن العراقي، يجب أن تكون هناك حلول، يجب أن يكون رأي واضح وصريح أنه في المستقبل شنو إجراءات الحكومة. يعني اليوم خلال الجلسة ما هي أبرز المقترحات التي الكثير من المقترحات، وطبعا هذه المقترحات هي قابلة للنقاش، ستكون هناك نقاشات موسعة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي حول موضوع هذا الوباء. يعني هذا الموضوع يحتاج لقرار دولة، وبالتالي المضي بالنقاش، وبالتالي تكون النتيجة هناك قرار. يجب أن يكون هناك قرار والقرار يسرع الكل. سأد نذهب إلى موضوع آخر، موضوع الموازنة العامة وتصريح وزير المالية بإمكانية استبعاد إقرار موازنة 2020 لهذا العام والذهاب إلى موازنة 2021. طبعا الموازنة ما بيها شيء للأسف الشديد، لأنه إحنا اعتمادنا بشكل كبير على أسعار النفط، وأسعار النفط ما شاء الله متقلبة بين فترة وأخرى، وبالتالي إحنا داخل قبة مجلس النواب العراقي نعتمد بشكل كبير على التصويت على القانون الإقرار، تم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية والآن جاهز للتصويت. أما موضوع الموازنة ما أعتقد، لأن الفترة المتبقية فترة قليلة والأموال المتواجدة، أصلا كل الحكومة العراقية تبحث وبشكل كبير على استمرار دفع رواتب الموظفين. حياكم علي. إذن رانيا، أكثر من يعني من موضوع بما يخص إقرار الموازنة وحديث وزير المالية، واجهته اللجنة المالية داخل مجلس النواب بأن من الضروري استكمال والتصويت وإقرار موازنة عام 2020 باعتبار أنه لا يمكن العمل والتصرف بالمبالغ المالية دون موازنة عامة حتى وإن مضى نصف عمر هذه السنة. نحن دخلنا إلى النصف الثاني من يعني من سنة
من هذه السنة المالية ويجب إقرار الموازنة. أيضا هنالك رأي على الأقل استبعاد الموازنات الاستثمارية والعمل فقط على إقرار الموازنة التشغيلية باعتبار أن الرواتب وأيضا يعني المصروفات بما يخص الرواتب والبطاقة التموينية وتمويل الجانب الأمني وكذلك الجانب الصحي الآن وأزمة كورونا، هنالك رأي يعني أقوى بما يخص تمرير الموازنة على الأقل لتغطية النفقات التشغيلية، وهنا النفقات التشغيلية تصل إلى 60-70% من الموازنة العامة. انضم معنا من مجلس النواب الزميل جابر جمال، شكرا لك على كل هذه المعلومات. فوضى تعم شوارع العاصمة بغداد بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والجهات ذات العلاقة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في عموم البلاد، الأمر الذي ألقى بشكل سلبي على المواطن البسيط وأثقل حياته اليومية.